تريون تكوين فرع العريش ايضا مصحوب بمسيرة نحو المديرية الاقليمية واستمرار اعتصام جزئي الى غاية الخامسة مساء. احنا هنا مع تصميم كنوع من الرفض ومن الاستنكار ومن كما نقول ومن الاستنكار لكل هذه التصرفات المفعولة اللاغية اللا تربوية التي يقوم بها مجموعة من المسؤولين واللي وقعوا للتجسيد ديالها مجموعة من المدراء سامحهم الله لأنهم وافقوا على شهادة الزور وافقوا على الإجماع بأن الأكاديمية مقدران عن العمل بينما الأستاذ هو فقط يمارس حقه الدستوري الذي جاء في فصل 29 من الدستور الذي